إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي أينما كنتم. نرحب بكم مجددا من خلال البث المباشر من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. بطبيعة الحال متابعينا الأوفياء، احنا معكم في معلمة تاريخية ديال مدينة فاس اللي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، لا القاطنين بمدينة فاس ولا الناس اللي كيجيو يزوروا مدينة فاس. قطاع ديال صناعة الجلد، قطاع ديال الضبغ كما كيعيطوا له في مدينة فاس، من قلب دار الضبغ. غادي نقربكم من احد المهن التقليدية اللي كتشهر بها مدينة فاس، وغادي نشوفوا اسرار وخبايا صناعة الجلد على لسان بطبيعة الحال المستخدمين في هذا القطاع. كيفاش عايشين هاد الناس؟ كيفاش كيقضيو النهار ديالهم؟ شنو هو السر ديال صناعة الجلد بطبيعة الحال في مدينة فاس؟ هادشي اللي غادي نحاولوا متابعينا الاوفياء نقربكم. احنا الان في المرحلة الأولى ديال صناعة الجلد، كيتم إزالة كيتقضاو الجلد يعني البطاين، وكيجيبوهم وكيحيدوا لهم الشعر ديالهم بهذه الطريقة هذه. غادي نخليهم هما اللي غيكشفوا على يعني خبايا هاد الصناعة. غادي تشوفوا متابعينا الأوفياء هكذا بهذه الطريقة كيفاش كيتم إزالة يعني الشعر ديال الجلد. عاد غادي ناخذوا حوار معاهم بطبيعة الحال. اذا بعد ما كيتم وضع يعني الجلد، لربما كيستخدموا مواد هما اللي غيقلبونا قربونا منهم لربما الجير، كيتم ازاله يعني الشعر ديال يعني البطانه ولا ديال الجلد بهذه الطريقه هذه متابعينا الاوفياء. كما كتشاهدوا اكيد لانهم كيضربوا تماره، اكيد لانهم كيشتغلوا بكل تفاني في العمل ديالهم وكيتقنوا هذه الخدمه اللي بطبيعه الحال ماشي سهله، ماشي سهل باش الشغل يعني طيلة يعني اليوم بهذه الطريقة هذه. فخصك تكون كتصبر، خصك تكون أكيد كاين معاناة في هذا القطاع متابعينا ومشاهدينا الأوفياء. غادي نمشيو وغناخذكم في حوار مع صناع الجلد هنا بدار الضبغ. سيدي السلام عليكم. السلام عليكم. الله عليك. ممكن واحد الدقيقة؟ سي عبد الرحمن أنا نشدك، غير خليك أنا غنشدك. سي عبد الرحمن كيداير الأحوال؟ مرحبا الحمد لله ولله الحمد. مرحبا بنا عندك في دار الضبغ. مرحبا، تحيه لشفتي والعمال ديالها، وكنتمناو انها تكون شي افاق لهذا المذبغه التاريخيه. نعم، لان كنعاني بعد اول. بسم الله الرحمن الرحيم. معك اخ عبد الرحمن الطويس، فاعج معاوي داخل المذبغه، لكن كنمارس المهنه كضباغ. نعم نعم. المعاناه ديال الضباغ يعني ما كاينش الدعم. نعم. كليا المواد ديال الضباغه غلات، المواد ديال الدباغة غلات بطريقة يعني. نعم. واحد من بعد كورونا الدباغ كان كيتسنى واحد الدعم مثلا من طرف الدولة ولا هذا، تفاجئ. نعم. بأغلى الأسعار بالمواد الدباغة. نعم. والجلد المواد دوبلت يعني أسطرة مثلا، المواد اللي كنضبغوا بها مثلا الدباغ. نعم. كان كيدير 2 درهم الكيلو، دابا بلغ 300 ريال الكيلو، 15. نعم. درهم. مواد ديال الاسترا اللي كتجي مع برا، اللي كتقاسم على برا، كانت كتجيب 15 درهم، دابا بلغت 30 درهم. نعم. يعني وهذا الشيء هذا ما عندوش شي حل، ما جبرناش الحل. والثمن ديالكم باش كتشتغلوا مازال هو هو؟ الثمن ديالنا حنا ما كتزيدش، هذه كنكلطوها ب 10 دريال الحبه، هي 10 دريال الحبه، هذه 24 عام وكنخدم في دار الضبغ بنفس الطريقه، ما كتزادش. انت كتشوف المعيش. كدير 10 دريال الحبه. يعني هذه كنخدمها انا من الصباح البارح، في العشيه كنخلط الجير. نعم. وكنطليها وعاود عاد النهار كنقلعها، يعني باش كتصور ديك البركه باش تدخل المصرف للدراري. نعم. و... نعم. وهذا حال الضباغه كامل، بحال بهذه الحاله اللي كنخدموا حنايا نفس الثمن. نعم. وعاد الثمن لداخل ملي كتدخل السلعه لداخل. دابا هذه المرحله الاولى يعني كتخلط الجير الرومي مع البلدي. نعم. وكتسمى كتسمى طلبات. كدهن الجلد بالجير، ومن بعد كتقلع الشعر، لا غدا كيتقلع كيصبح راخي،
وكت كيدخل عاود للمراحل، كتدخل للمدبغه كتخدم الطريقه اللي انت غتشوفها لداخل، غتسول الشباب اللي كيدبغوا لداخل، غتلقى الطريقه كلها. دابا المرحله الاولى اللي كتبداو بها هي هذه، كتسمى بعد هذه دابا كتسمى طلبات، يعني مرحله طلبات كتسمى كتسوق الجلد من سوق العنزي، ومن بعد كيجي كيدار في الماء، كيبات ليله في الماء، كتزولوا الاملاح، وعاد كيدخل عند الصانع التقليدي اللي كيخدم هذه الخدمه طلبات. يعني هذه كتسمى حرفتين في نفس الحرفه، يعني حرفه طلبات كانت شحال هذه، حرفه طلبات بوحدها وحرفه تدبغت بوحدها. لكن حاليا دابا الحاله اللي كنعيشوها الدباغ كنقول لك كيعاني، يعني ضروري كيخدم رخيص شويش باش كيبلغ جلده باش كتوجد له شويه رخيصه، لان الاثمان ديال الدباغه غلات. والصانع التقليدي كيعاني، ما كاينش بحال مثلا حتى البرد هو جاي، كان سيدنا عطانا شي باط، كان واحد الدعم اللي جا من طرف جلاله الملك، هاد السنين هذه واحد الخمس سنين ولا سته ما كاين لا باط لا حتى شي حاجه، يعني ما شنا حتى شي دعم. هذه دابا خمس سنين والدباغ الصانع التقليدي كيعاني، لكن اللي كيخدم دابا في دار الدباغ 10 الاشخاص ولا 15 اللي عندهم راس المال هما اللي خدامين. اما الصانع التقليدي واحد 400 شخص ولا 300 كتعاني، كاين اللي يجروا عليه من الكرا، كاين اللي تفرق مع المراه، كاين يعني واحد الحاله اللي كتعاني منها هذه المدبغه، اللي خصها واحد الرؤيه صادقه من طرف المسؤولين باش يجيو يشوفوا هاد الصناعات، هاد الارث التاريخي اللي راه كيعاني وخصو الانقاذ في اقرب وقت. نعم، وكنتمناو للجامع السلامه والعافيه والله يرحمنا بالشتاء. شكرا جزيلا لك سيدي، تبارك الله عليك، التصريحات اللي خارجه من العمق ديال القلب متابعينا ومشاهدينا الاوفياء، مشاعر صادقه مع عند صناع تقليديين اللي كيستاهلوا على ان يعني الدوله تنظر في حالهم، يعني كيستاهلوا لان الوزاره ديال الصناعه التقليديه بطبيعه الحال تشوف اللي المعاناه ديالهم كيفاش عايشين هاد الناس، راه ماشي سهل باش تجي تخرج يعني جلد منتوج اللي هو واجد، راه كاينين كواليس، كاين عمل جبار كيتبدل، كاين الصبر، كاين يعني كفاح، كاين نضال، كاين بزاف ديال الامور راه باش تشتغل وتقرب يعني متابعينا الاوفياء من الجلد بهالطريقه هذه وتخرج منه منتوج اللي هو منتوج في المستوى العالي، فماشي سهل. نعم، وكاين واحد اللوبي اللي سيطر على مواد الدباغه، يعني لوبي كيتسمى لوبي مغربي، سيطر على مواد الدباغه اللي كانت في اقبل كانت كتجي كياخذوها جميع التجار، لكن دابا هذا سيطر ولا كيبيع باثمنه كيف ما بغى هو، ما كنقولش السميه، هذا كيتسمى واحد من الغلاد اللي كياخذ ويبيع باش بغى هو. نعم، يعني كيطلع الاسعار كيف ما بغى هو ويهبطها كيف ما بغى هو، لكن ما كاينش مراقبه من طرف الدوله في هذه الاسعار ديال الدباغه. نعم، رغم ان هذا المنتوج تاريخي كتجي السياحه كتاخذه، كتجي يعني العالم كله كيتوجه لمدبغه شواره، والمدابغ كامله كاين فاس فيه ثلاثه المدابغ اللي كتمارس هذه الحرفه تدبغت، لكن شي مراقبه على الجوده بعدا ديال الدباغه، مواد ديال الاسطر شحال اللي كنجبروها دايزه بيريمي ورغم ذلك كنخدموا بها، لان ما يمكنلكش انت شاريها ب 600 ريال الكيلو وغتلوحها، ما يمكنش. يعني هاد المسائل المراقبه ما كايناش لا من الجوده ولا من الاثمان، وكنتمناو المسؤولين اللي بالغين هذا يفعلوا الاشغال ديالهم. نعم، شكرا. اذا ملاحظه مهمه، يجب بطبيعه الحال متابعينا الاوفياء مراقبه يعني هاد المنتوجات، ويعني باش تكون الجوده في المستوى المطلوب، وكذلك يجب النظر، شوفوا يعني هاد العرق ديال الشريف ديالنا حلالا طيبا كيفاش كيشتغل بطبيعه الحال كيجيب رزقه بالحلال. واحد النقطه نزيدها لهاد، تقرب علي عندي واحد النقطه نزيدها. نعم، الصنايعي هنايا. نعم، هو خدام. نعم، طول عمره هو خدام. نعم، نهار اللي يعيا ولا يمرض. نعم، بحال اللي ما عمره خدم. نعم، بحال اللي خدامين في شي موقف. نعم، والو ما كاين حتى شي بحال دابا بالنسبه لي انا. انا نقول من 80 وانا خدام. انا مرضت عامين مشيت بالقلب، هذه ما كاين حتى واحد. كان ما تكابشيش بحالي هو هذا، ما عندنا حتى حاجه، هنا والو ما كاين حتى شي حاجه. او شنقول لك؟ اذا متابعينا شنقول لك؟ راه راني مريض من القلب، خصني نجلس، ولكن الظروف ما مساعدانيش، خصني ضروري نخدم باش ندخل شري الدواء نشري هذه. اذا مشات لك صحتك كيما بغيتي تقول لي ما غيبقى لك حتى شي واحد. نعم، حتى ما يدق عليك شا ولا حتى في التليفون هنا والو، صافي ما كاين حتى شي واحد. انتهى امر الله يعاون، عاوتاني كيجي واحد اخر يخدم.
لا كانت شي خدمه، ما كانش خدمه الله يعاون. اذا متابعينا هي رساله صادقه، رساله صادقه. حنا الا مشات لنا صحتنا راه ما بقى عندنا حتى شي حاجه. خصنا النهار اللي غنوقف انا من الخدمه كيفاش غيكون المصير ديالي وكيفاش غيكون الحال ديالي. واحد النقطه ديال التغطيه الصحيه الله يجازيك بخير، حنا جاو مسؤولين وقيدوا الصناع، قيدوا كل شيء تسجل في التغطيه الصحيه، لكن المواطن كيعاني كيفاش هو مريض ما عندوش باش يركب في الطاكسي، هو كيقول لك خصك تخلص لا فيزيت عاد يردوها لك في التالي باش غيخلص. حنا كصناع تقليديين خصنا الطبيب يكون بالمجال، يعني هذا راه ارث تاريخي ما كيخدموا غير الاعمال الشاقه. حنا راه يعني هذه الاعمال هذه راه كنتحدى اي واحد في الاداره يجي يخدم غير نهار هنا كنتحداه، يعني هذه اعمال شاقه ما كيخدموها غير الرجال اللي قادين بتماره، اما شي واحد طبيعي راه ما غيقدش يخدم هذا الشيء هذا. يعني التغطية الصحية خصنا شي حل يكون تغطية صحية بالمجان، اما تغطية صحية تخلص عليها راه ما عندناش باش نخلصوا. اذا الرساله واضحه، كيقول لك باش حنا نمشيو مثلا نخلصوا عاد ترجعوا لنا، حنا ما عندناش باش نخلصوا. خلصوا لنا نتوما، عندنا الشريك 2700 بحال اللي غيزيدونا. نعم نعم خويا، قلت لك الاخ ديالي على هذا حساب التغطيه الصحيه كيجيو عندنا قيدونا، كيقولوا بان داوينا الضباغ ب 500 مليون قيدونا، حنا يدينا مريضه تقيدنا معهم ثلاثه المرات ولا اربعه. اللي كيجيو كيقيدونا كيقولوا داوينا الضباغ ب 500 مليون، منهم هذه الجمعيه ديالنا ومنهم كل شيء، كيقيدونا بزاف ديال الحوايج. كيجي كيقول لك غنقيدوك الباط كل عام، الباط ما كيوصلوناش كل عام، وصلونا هذه خمس سنين. جاو قيدونا قال لك اسيدي غنداويوكم ثلاثه المرات، قالوا داوينا الضباغ ب 500 مليون، رجعوا جاو قلنا لهم سيروا بحالكم عاوتاني قيدونا. كيقيدوا بانهم داوونا حنا ما كيداوينا حتى واحد وما كيفكر فينا حتى واحد. الا خرج شي دعم لهذا الصانع التقليدي ولا هذه كيشوفوا كيديروا يديوه. قد جاو داروا لنا تكوين مهني، حسبوا علينا الطبله د الماكله بمليون د الفرنك، ود الراجل واكل 1000 ريال وحاسبين عليه الطبله بمليون د الفرنك، خرجت لنا 500 مليون ديال التكوين المهني. خص اعاده النظر، لان هاد الناس كلهم غير كيهمشروا في هاد الناس ديالنا حنا، وحنا كلشي هنا راه بقاو غير الدراري الكبار دابا في السن. دابا الدري الصغير ما غايجيش يخدم لك هاد الشيء ولا غيتعلم الصناعه دباه ولا كلشي، كيهرب ولادو من لهنا، لان صافي حنايا ما بقالناش شي حاجه فين نزيدو نضيعوا اولادنا معانا. نعم واخا خويا، الرساله ديالك والصوت ديالكم وصل متابعينا ومشاهدينا الاوفياء. هي معاناه ديال قطاع الدباغه بمدينه فاس بطبيعه الاكيد، صناع تقليديين اللي كيديروا مجهودات باش يبقاو محافظين على هذا التراث المحلي ديال مدينه فاس، مجهود اللي كيتبدل راه ماشي سهل. شوفوا كيفاش الراجل كيجيب يعني الرزق ديالو بالحلال، وكيفاش كيعاني وكيفاش كيشتغل متابعينا ومشاهدينا الاوفياء. خويا اللهم يسر، اللهم امين، الله يسهل. الطريقه اللي كتشتغل بها دابا الان خويا كتقوم بازاله، يعني كنقوموا بازاله الشعر، هذه كتسمى بصالباطيط. نعم كتجي كندخلوها الماء، من بعد ملي كتدخل الماء كتجي عندي لهنايا كنضربها بالجير. نعم كتبات الصباح كنجي كنحيد منها هذا الشعر هذا. كنجي كنحيد منها هذا الشعر وكنعطيها لواحد اخر كيقوم بها واحد المهمه واحده اخرى. نعم هذه دابا مده ديال شي 30 سنه وانا تنخدمها. نعم خويا شكرا جزيلا. اذا واضح متابعينا هي معاناه، هي صناعه تقليديه صعب باش على انك تمارسها وتستمر فيها. نتمنى على ان نعم بدون تعويض، نتمنى على ان يكون التفاته لهاد الصناع التقليديين. شكرا جزيلا لكم على حسن التتبع ديالكم المشاهده. كان معكم مراسل القناه منصف بودري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.